من بعد حادثة مرفق بيروت الأليمة اللي أثرت فينا كلياتنا، كثير من الأشخاص عم يتساءلوا كيف ممكن نتعامل مع المتضررين من الانفجار بطريقة مضبوطة. بهالفيديو حنكون عم نعرض مجموعة أمور بتساعدنا نتعامل مع هول الأشخاص بطريقة سليمة. مهم نتركهم يعبروا عن مشاعرهم ويحكوا عن تفاصيل الحادثة في حال حسوا حالهم بحاجة لهيدا الشيء، وحتى لو حبوا يحكوا أكثر من مرة. خلال استماعنا لألون مهم أنه نظهر التفهم والتعاطف من دون أي مبالغة ومن دون إظهار شعور الشفقة. المهم أنه نبعد عن التعابير والكلمات السلبية مثل أوف، راح البيت، مصيبة، كيف رح تكفوا هلأ، ونستبدلهم بكلمات وتعابير إيجابية مثل الحمد لله، الصحة أهم من كل شيء، نحن حدكم وأنتم رح تكونوا قوية. ومش غلط أبداً أنه نوجه المتضررين ليطلبوا مساعدة من الأخصائيين بحال كانوا بحاجة. خلال توزيع المساعدات على الأرض، مبدأنا هو أنه الكل بحاجة لمساعدة بهذه الأزمة، لهيك ولا مرة نكون عم نصنف الأشخاص بحسب مكان سكنهم، مظهرهم أو انتمائهم، ونعطي المساعدة بشكل مباشر من دون ما نكون عم نسأل في حال بدهم أو لا. وبدي أذكر الكل بآخر هذا الفيديو أنه هدول الأمور فينا نكون عم نستعملهم ونستفيد منهم لما نكون عم نتعاطى مع أي شخص معرض لأي نوع من أنواع الصدمات أو الأزمات.